لو الحكاية فيها إن فيجو التاكسي ده واقف هنا بقاله قد ايه يا فندم؟ يا بقاله 3 دقايق بالظبط. 3 دقايق. كان المفروض في واحد بيقول هو عطلان يعني التاكسي بس هو اتأخر. فقلت نفحص تاني. فحصنا اول لما ركن اول لما قتل فحصنا التاكسي بس زي التأكيد لأن الفترة طولت شوية. وبعدين نجيب ورشة شرطة. شكرا يا فندم.